تسبح لحبيبي يسوع، تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف. الغالي يسوع اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف. الغالي يسوع اللي بيمنحني البسمة تملي في وسط حزن. الغالي يسوع قرب يجي حبيبي الغالي وياخدنا معاه للسما على طول. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. مساء الخير مشاهدي قناة الطريق في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. برحب بيكم وبرحب بضيف الحلقة النهاردة معايا الأسيس مودي خلف. أهلا بحضرتك. إزيك يا أسيس؟ أشكر يسوع. تمام. نورت قناة الطريق. ده أنا ليه الشرف. أعزائي المشاهدين، النهاردة عنوان حلقتنا العناية الإلهية والوصول إلى الأبدية. طبعا إحنا بنقابل في حياتنا دايما تجارب ومشاكل كتيرة جدا بتواجهنا، لكن عايزة أقول لك عزيزي المشاهد إن في تعويض ليك في وسط البرية دي، ليك تعويض ومكافأة سماوية. خليك معانا النهاردة في الحلقة، هنرنم أحلى الترنيمات اللي هتخليك تبقى قوي ودايما فرحان ودايما وانت في البرية معتمد على كلام الرب ووعود الرب ليك من خلال التسبيحات اللي هنرنمها النهاردة مع بعضينا. بحب أبدأ تسبيح النهاردة بأيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين، أيوة إلهي حي حبه ماله زي. في مزمور 104 كاتب المزمور بيقول: أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. تعالوا معانا أعزائي المشاهدين في البيوت، هنرنم مع بعض الترنيمة، وأتمنى أن كنتوا تفرحوا وتسبحوا معايا. تفضل يا أسيس. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي حي حبه ماله زي، أيوة إلهي حي حبه ماله زي. جه علشاني خد مكاني كان تدبيره صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي عظيم في العطا كريم، أيوة إلهي عظيم في العطا كريم. فايض خيره ومليش غيره دايما هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي قدير وضامن المسير، أيوة إلهي قدير وضامن المسير. هو سنيدي وماسك ايدي علشان هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارح وكل السنين. أيوة برع جمال وصاحب الجلال، أيوة برع جمال وصاحب الجلال. فخري فيه وهعليه وبعلن انه صالح. ايوه الهي صالح، الهي امين
بيشهد عنه امبارح وكل السنين. ايوة الهي صالح الهي امين، بيشهد عنه امبارح وكل السنين. شكرا للرب. ايوة الهي صالح الهي امين، يشهد عنه امبارح وكل السنين. وانا في البرية اكيد انا بلاقي معاملة الرب بالنسبة لي بتبقى مختلفة جدا. انا كمؤمن عزيزي المشاهد دايما بشعر بيد الاله القديرة اللي معايا اللي سنداني في البرية علشان تضمن لي الوصول للابدية. وانا في البرية لازم ان انا ارفع اسم الهي، ارفع اسم الهي زي ما شفنا يوحنا في يوحنا اصحاح 3 بنلاقي ان يوحنا المعمدان لما قال للمسيح ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. ايه رايك في الايه دي يا اسيس؟ الايه ديت من الايات الرائعه جدا اللي فيها لازم انا بحس فيها فعلا بانه الله هو العالي مش طبعاً. انا العالي. علشان كده يوحنا لما قال له ينبغي يعني لازم ان انا انقص وانت اللي تزيد، معناها بان انا بحط الله في المكانه بتاعته. تمام، بحط الله في العلو بتاعه. هو عالي، هو عظيم، هو جبار، هو ملك الملوك ورب الارباب. عشان كده لما انا بقول له في اول عدد ينقص كل ماليه، انا بقول له انا مش عاوز حاجه، انا عاوزك انت اللي تزيد وانا اللي انقص. امين. ربنا يساعدنا ان احنا فعلا احنا ننقص والرب يزيد. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نرنم مع بعض الترنيمه اللي جايه. برفع اسم الهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك. ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. برفع اسم إلهي عالي عالي تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. بحني راسي أمامك واقترب إليك، غايتي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك. بحني راسي أمامك واقترب إليك، غايتي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك. أنا برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. برفع اسم إلهي عالي عالي، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. بسكب عندك طيبي وانا عندي قدميك،
انت طيبي ونصيبي وكل جمالي فيك. بسكب عندك طيبي وانا عندي قدميك. انت طيبي ونصيبي وكل جمالي فيك. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق. تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. برفع اسم إلهي عالي عالي لفوق. تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. شكرا للرب. نشكر الرب ان احنا فعلا فرحانين واحنا ماشيين في البرية ودايما واثقين ان في معونة إلهية وكمان في كمان وصول للأبدية ومكافأة في الأبدية. أعزائي المشاهدين، في قصة أنا ممكن يعني متذكرها دلوقتي. قصة بتقول إن كان حصان أحد المزارعين، الحصان ده كان كبير في السن، فكان ماشي في يعني في الأرض وكده، فلقى بير راح الحصان ده وقع فيه. فجي المزارع وقال لأ، ده الحصان ده خلاص عجوز جدا، وأنا علشان أطلعه من البير ده هيكلفني كتير، أنا هروح أشتري بتكلفة أن أنا عشان أطلعه من البير لازم بدل كده أنا أروح أشتري حصان جديد. فراح ندى بقى الجيران وأهل البلد علشان بقى يردموا البير بالحصان اللي هو كبر في السن ده. وفعلا جابوا النفايات وجابوا التراب بقى وجابوا كل الأوساخ اللي موجودة وعشان يدفنوا الحصان جوه البير. لكن الحصان بقى حاجة غريبة حصلت، ان كل ما هم بيدلقوا التراب والنفايات والحاجات دي كده يا أسيس، الحصان كل مدى بينفض التراب والغبار من على ظهره وبيهز ظهره، وبعد كده بيطلع خطوة لفوق. كل ما هم يجيبوا التراب والنفايات وكل حاجة يطلع يطلع لغاية خلاص قرب سطح الأرض كده، بخطوة واحدة راح هو الحصان قفز قفزة قدر بقى يطلع تاني من البير. فبعد كده يعني فرحوا جدا ازاي ان الحصان ده قاوم المشكله واللي كان خلاص ان حياته هتنتهي جوه البير. بالزبط. تمام بالظبط كده، انه في حياتنا مشاكل بتقابلنا وضيقات كتيره. نعم. في ناس بقى متبقاش مؤمنه يا اسيس، فالشك دخل قلبها فبتخلي المشاكل تدفنها والصعوبات بتضايقها. لكن الرب النهارده بيقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. نعم. هو لما نلاقي يعني انا كمؤمن، ممكن تقول لنا حاجه لاعزائي المشاهدين يعني تقول لهم لما نلاقي المشاكل على ظهرنا وتعبنا خالص نعمل ايه؟ نعمل زي الحصان ولا نعمل ايه تاني بقى؟ هو الحصان ده مثال يعني. طبعا. هو نمره واحد، انا لازم مفيش مشكله تاثر عليا. تمام. لانه جميع المشاكل سببها ابليس. جميع المشاكل اللي بتحصل للانسان سببها ابليس راسا. ايوه هو علشان كده الكتاب بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. الحصان قاوم التراب فقدر يطلع. المؤمن لو استسلم للواقع، استسلم للظروف، استسلم للمشكله، استسلم للقيل والقال، هيقعد تحت، مش هيقدر يطلع لفوق، مش هيقدر يوصل للابديه، مش هيقدر يوصل. بالظبط. ليه؟ لان هو مش حاطط نمره واحد قدامه الله، هو حاطط نمره واحد قدام منه المشاكل. اللي اتقال عليا، الظروف اللي حصلت لي. لكن لما ترمي كل حاجه ورا ظهرك ويبقى الرب هو نمره واحد في حياتك، انت بالطريقه ديت ما دام انت عينك عليه هتوصل له. وكمان الايه اللي في انجيل متى اللي هي تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. يعني انا لما الحمل يتقل عليا انا هاجي للرب كده بينه وبينه كده واصلي، بقول له يا رب، بقول له ان الحمل تقل عليا جدا جدا. بالزبط. ارجوك حوش الحمل ده علشان اقدر انتفض من الاحمال والاتعاب. بالزبط. وانا ماشي في البريه علشان انا هدفي وهدفي ان انا اوصل للابديه في سلام. نعم.
وأمان. كمان في سفر أرميا أسيس الآية اللي بتقول الخزفي اللي كان بيت الفخاري إن أنا كإناء برضو والرب بيشكل فيا. الآية بتقول قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمع كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. دي في أرميا 18. أيوة. إذن أنا لازم أن أنا يعني أسيب حياتي في إيد الرب، ما خافش من اللي جاي، لا. ولا خاف على الماضي والحاضر والمستقبل، كل ده في إيد الرب، وأنا كإناء هو بيشكل فيا. جت مشكلة تعبتني بصلي بقول يا رب ارفعني، عايزة تاني أخط خطوة لقدام، أنسى كل ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. نعم. التريمة الجاية هتشاركنا بيها وأعزائي المشاهدين أكيد عارفينها وهيرنموها معايا، أنا إناء أسود كثير عليل، لقتني إيد خزاف ملوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أتمنى في البيوت أعزائي المشاهدين ترنموا معايا الترنيمة اللي جاية. أنا إناء أسود كثير عليل، لقتني ايد خزاف ملوش مثيل، صرت في يده إناء ابيض جميل. انا إناء اسود كثير عليل، لقتني ايد خزاف ملوش مثيل، صرت في يده إناء ابيض جميل. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما رخص علي عمري. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص علي عمري. وضعفي صار حيرة وسفوت وصمتي، اذكر ده دمك هو تمني وقيمتي، اذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. انا عايش فيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص عني عمري. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص عني عمري. وضعفي صار حيرة أذكر، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك وأسمع ردك عليا، وتضمني ليك ليك يا أبويا وفدية. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك وأسمع ردك عليا، وتضمني ليك ليك يا أبويا وفدية. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص علي عمري. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص علي عمري. وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. هللويا، شكرا للرب. هللويا. فعلا أنا تمني دم اللي فداني، أنا قيمتي في دم يسوع، أنا قيمتي
لف شهادات اللي انا واخدها، ولا الفلوس اللي انا مكونها، ولا البيوت اللي عندي، ولا العربيات اللي عندي. لا، انا تمني غالي جدا. ليه بقى؟ لان ده تمني، ده كان كلف الرب يسوع ان ينزل من السماء علشاني ويتسفك دمه على الصليب من اجلي. فكان دمه دوت كان دم ينبوع محبة، كان عشان يغفر لي خطاياي، علشان يضمن لي الوصول للأبدية. فأنا غالي جدا عليه. علشان أوصل للأبدية القسيس، في قراءات كان في رؤية يوحنا اللاهوتي أصحاح 21، بيقول يوحنا: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدا، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيئا جديدا. وقال لي: أكتب، في أن هذه الأقوال صادقة. الآية اللي جذبتني جدا أن مكافئتي لما هوصل لأبدية أسيس أن هناك مفيش وجع ولا ألم ولا حزن ولا أي حاجة ولا مرض، وهيمسح كل الدموع، كل الدمعة اللي انت نزلتها بسبب ضيق، بسبب كلام قاسي جه عليك، بسبب حزن، الله هناك في السماء هيمسح كل دمعة من عينك، لأنه مفيش مكان فوق للوجع ولا الألم. هللويا. فوق نور، فوق فرح، فوق انت قاعد مع ملك الملوك ورب الأرباب اللي هو معاك، واللي هو معتني بيك في الأرض، هيوصل معاك كمان للأبدية عشان تسكن معاه، وهناك هيكون عنوانك الحقيقي. أمين. تعالوا بينا أعزائي المشاهدين نختم وقت تسبيحنا بترنيمة جميلة جدا معروفة: أنا ليا مكان في الأبدية، وإكليل في السماء مخصوص ليا. افرح عزيزي المشاهد إن ليك مكان وليك إكليل في السماء. أنا ليا مكان في الأبدية، وكليل في السماء مخصوص ليا، ويسوع بنفسه ضمنهولي، يسوع بنفسه ضمنهولي، بختم الدم اللي عليا. أنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان ومكان عالي، أصل التمني المدفع غالي، ما خلاص ارتاح قلبي وبالي، ما خلاص ارتاح قلبي وبالي، أهتف وأرنم لفدية. أنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان في الأبدية، من حق أتمسك بمكاني مهما العالم يتحداني، من حق أتمسك بمكاني مهما العالم يتحداني، راح أصدق وعدك بإيماني، راح أصدق وعدك بإيماني، وهدم أسوار العبودية. وأنا ليا مكان في الأبدية، أنا ليا مكان في الأبدية،
أنا هدفي وغايتي ورأس مالي أطلع الملكوت طوالي وهناك العيشة تهنالي وهناك العيشة تهنالي وياها في الحضرة الإلهية أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية الملكوت هيكون عنواني في حضن يسوع اللي فداني ولا فيش أحزان هتكون تاني ولا فيش أحزان هتكون تاني ولا دمعة هتسكن في عينيا أنا ليا مكان في الأبدية أنا ليا مكان في الأبدية. هللويا. جميل جدا يا أسيس إن إحنا بنختم وقت تسبيحنا بأنا ليا مكان في الأبدية. قد إيه أعزائي المشاهدين وأنا في البرية وماشي دايما متعلق بالأبدية، وبشكر الرب جدا من أجل محبتكم وحسن متابعتكم معنا الحلقة وصوتكم الجميل اللي رنمتوا معنا في أثناء الحلقة. وكمان قبل ما أختم الحلقة بشكر الأسيس مودي خلف، شكرا ليك، بشكرك جدا، باركتنا، اتباركنا بوجودك. أنا اتباركت خالص بوجودي في وسطيكم، وقد إيه كان وقت رائع جدا قدرنا فيه إن احنا نسبح الله، قدرنا إن احنا نقوله على اللي جوانا وهو أمين. أكيد سامع علينا. شكرا أعزائي المشاهدين، أشوفكم كل تلات ساعة 6:30 في تسبيح وتهليل، والرب معكم. أمين. تسبيح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبيح لحبيبي يسوع، تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبيح لحبيب يسوع. اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف الغالي يسوع، اللي بيسندني ويفرحني في وقت ضعف الغالي يسوع، اللي بيمنحني البسمة تملي في وسط حزن الغالي يسوع. قرب يجي حبيبي الغالي وياخدنا معاه للسما على طول. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع. تسبح تهليل للغالي يسوع، تهليل تسبح لحبيبي يسوع.